من واشنطن ينضم إلينا الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن أسامة أبو رشيد، أهلا بك معنا. نتحدث بداية عن الموقف الأمريكي وتصريحات بايدن الأخيرة. واشنطن تقريبا حاليا لا تتحدث سوى عن هدنة إنسانية لمصالح أمريكية إسرائيلية طبعا. يعني الحديث العلني نعم هو عن هدنة إنسانية، وطبعا ويعني وربما أنا عدت هذا الكلام أكثر من مرة، الولايات المتحدة لا تستخدم حتى تعبير الهدنة، تتحدث عن humanitarian pauses، يعني تعليقات إنسانية. والهدف من مفهوم التعليقات الإنسانية هو أنها محدودة ببضع ساعات فقط، 6 إلى 7 ساعات على يعني في حسب الأيام التي سيتم تحديدها. والهدف من ذلك التالي: واحد، أن يتم إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 2، أن يسمح لمحتوي حاملي مزدوجي الجنسية بالخروج من قطاع غزة. و3، أن يكون هناك تقدم في ملف المحتجزين لدى حركة حماس. فهذا ما تريد الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. أضيف إلى ذلك عامل آخر: بعد الهجوم الوحشي أو القصف الوحشي الذي جرى على مخيم جباليا الأسبوع الماضي، الضغوط تعاظمت على إدارة بايدن، تعاظمت خارجيا وتعاظمت داخليا. فهناك حتى أطراف أوروبية الآن تطالب الولايات المتحدة بأن يكون هناك حل. هناك أطراف داخلية، لم يعد الأمر مقتصر على التقدميين الجناح التقدمي، إنما حتى وصل إلى المؤسسة المركزية للحزب الديمقراطي. كريس ميرفي السناتور في مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية طالب إسرائيل بأن يكون هناك مقاربة أخرى. ديك ديربن الرجل الثاني في مجلس الشيوخ ديمقراطيا طالب، دعا بشكل رسمي إلى أن يكون هناك وقف إطلاق نار وليس إلى هدنة. هذه الضغوط هناك حتى داخل حملة بايدن. اليوم كان هناك تقرير في أكسيوس يقول أن هناك توتر داخل حملة بايدن الانتخابية من الشباب الذين يطالبونه بأن يدعو إلى وقف إطلاق النار ويشككون في أخلاقيته، ما يسمى المورال أثوريتي أو السلطة الأخلاقية. فهذه الضغوط كلها بالإضافة إلى اقتراب الانتخابات، بالإضافة إلى مخافة أن يخسر أصوات الشباب وأن يخسر أصوات المسلمين، هذه الأمور كلها تضع ضغوطا كبيرا على إدارة بايدن. ومن ثم رأينا أنه أول أمس عندما تحدث بلينكن في تل أبيب لأول مرة يقدم يؤنسن الضحايا الفلسطينيين، عندما قال أنه يرى في أطفال غزة أطفاله. طبعا هذا الخطاب لم يكن حاضرا منذ أيام، يعني حتى نذكر الأسبوع الماضي الرئيس بايدن شكك في أعداد الضحايا وبدأ يعني وكأنه يعني لا يلقي اعتبارا لهم، يعني سواء كانوا 7,000 أو 8,000 في ذلك الوقت أو كانوا 2,000 أو 3,000، هي كلهم أرواح وكلهم بشر. مجرد أن يشكك وأن لا يكون عنده هذه الحساسية، هذه ضاعفت من الضغوط عليه. فالولايات المتحدة اليوم كما يعني في المواقف العلنية تقول هدنة إنسانية إذا أخذنا بهذه الترجمة، لكن في داخليا أو في اللقاءات الخاصة حسب ما يؤكد الإعلام الأمريكي ومسؤولون يتحدثون دون الكشف عن هوياتهم، يقولون أن إدارة بايدن اليوم تضغط بشكل كبير على إسرائيل لكي تبدأ بإنهاء هذه العملية، خصوصا القصف الجوي، وأن تركز على عمليات برية تكتيكية وليست مفتوحة، يعني احتلال واجتياح كامل. وهذا يعني يدلل على أن واشنطن تدرك الكلفة، كما أن الصمود المقاومة على الأرض والمصاعب التي تواجهها إسرائيل في محاولة اجتياح قطاع غزة واضحة جدا. الولايات المتحدة بدأت تشك في قدرة إسرائيل على حسم هذه المعركة، ورأينا أن بلينكن في خطابه في تل أبيب أو في المؤتمر الصحفي تراجع عن مصطلح عندما سئل تحديدا هل ستحاولون تقييد قدرة إسرائيل على اجتثاث حماس، قال وبدأ بهذا الجواب بالسؤال، قال المقاربات تتغير. فإذا الآن مفهوم الاجتثاث لم يعد قائما، لكن بقي مصرا على أنه لا يمكن أن نعود إلى ما قبل ما بعد يعني ما قبل 7 من أكتوبر، بمعنى حماس لن تبقى في تحكم قطاع غزة. هذا أيضا سيعتمد على تغير المعطيات على الأرض، وهذه الصور التي تعرض عبر شاشاتكم الآن عن الضحايا الفلسطينيين تشكل ضغطا كبيرا. أنا عدت قبل قليل من مظاهرة ضخمة في واشنطن حوالي 300,000 شخص، وأعتذر يعني صوتي كنت يعني ذهب سأسألك عن بصوت. هذه المظاهرة. نعم نعم هي هذه المظاهرة، يعني هذه المظاهرة كانت ربما من أكبر المظاهرات أنا التي أشهدها في الولايات المتحدة، لي حوالي 27 سنة هنا. هذه المظاهرة
يعني لم تكن عرقا أو طرفا واحدا أو جنسا واحدا، كل أمريكا كانت حاضرة فيها. هذه المظاهرة تدل على حجم تراكم الغضب في أمريكا اليوم على صور الضحايا، إلى درجة أنه حتى الإعلام السائد اللي يسمى المينستريم ميديا بدأت تتحدث عن الضحايا في الجانب الفلسطيني، وإن كانت تحمل حماس المسؤولية أن هي تتحصن بهم، لكن الآن بدأت تعترف أن هناك ضحايا فلسطينيون يسقطون بقذائف وصواريخ وأسلحة إسرائيلية. هذا كله نتيجة الضغط الواقع هنا في أمريكا، نتيجة التخلخل في بنى الحزب الديمقراطي، نتيجة التخلخل في بنى الحملة الانتخابية لبايدن. هذه الأمور كلها بدأت الآن تظهر، تطفو إلى السطح، وبالضغوط الخارجية الممارسة على أمريكا وبالصمود الفلسطيني أيضا، هذه كلها نعم. بدأت الآن تعطي هذه الدفعة للموقف الفلسطيني. أنا لا أقول طبعا أنه الطرف من سينتصر ومن كذا، أنا يعني ليس هذا كلامي الآن، لكن تغيرت المعطيات، فاضطرت إدارة بايدن أن تغير، وهي تضغط على الجانب الإسرائيلي أن يجد استراتيجية أخرى، إلى درجة أن وزارة الدفاع الآن دخلت على الخط وتضغط على المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أن يقدموا خطط عسكرية بديلة تتضمن خطط تكتيكية برية ولا تركز على نعم، القصف الجوي بالدرجة نيويورك الأولى. تايمز كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين، قالت بأنها أو واشنطن حددت خطوات لإسرائيل من أجل تقليل تكلفة ضحايا المدنيين في غزة. ما هي حدود الولايات المتحدة الأمريكية في التدخل في استراتيجية الحرب على غزة؟ طبعا هم إلى الآن يقولون أننا لا نقرر لإسرائيل ما الذي ينبغي عليه أن تفعله، وبايدن ورط نفسه لأنه منذ اليوم الأول لم يكن منحازا ومتواطئا، بل كان متماهيا بل محرضا، محرضا قال إسرائيل ليس لديها فقط الحق بل لديها المسؤولية والواجب، ولو كنا نحن لكنا فعلنا أكثر من ذلك. فاليوم هو تورط في تصريحاته، هذا واحد. اثنين، هناك الضغوط الجمهورية عليه والاتهامات له بأنه هو الذي تسبب أو ساهم فيما جرى في 7 أكتوبر بسبب محاولة التفاوض مع إيران، الحديث عن 6 مليار دولار التي لم تأخذ إيران منها دولارا واحدا إلى اليوم في صفقة تبادل السجناء، والحديث عن فشل استخباراتي، ويستخدمون يشيرون أو يحيلون إلى تصريح لجيك سيليفان مستشار الأمن القومي في شهر سبتمبر الماضي الذي قال فيه أن الأوضاع في غزة هادئة ولا يخشى من تصعيد كبير. فهم يستخدمون هذه الأمور كلها للضغط عليه، بالإضافة طبعا إلى حديث أن الحزب الديمقراطي هو أرض خصبة لما يسمونها معاداة السامية بسبب وجود عدد من أعضاء الكونغرس الذين ينتقدون الديمقراطيين الذين كانوا ينتقدون إسرائيل، واستشارة استطلاعات الرأي أن التعاطف مع الفلسطينيين أكبر من إسرائيل في، وهذا كانت استطلاع الرأي لجالوب في 16 مارس آذار الماضي. فهذا هو تحت هذا الضغط من ناحية أخرى، وهناك طبعا الضغط المقابل من التيارات التي تعتبر من القواعد الانتخابية للحزب الديمقراطي الذي تتهمه بأنه يعطي إسرائيل رخصة ويعطيها كرت على بياض لكي تقوم بهذه الجرائم. فهذه الأمور كلها يعني يحاول أن يوازن بينها وما بين الفشل العسكري الإسرائيلي على الأرض، ما بين الضحايا المدنيين الذين تقتلهم، وما بين أنه يريد أن يبدو دائما أنه داعم لإسرائيل لكنه ليس بالضرورة داعما للجرائم التي ترتكب، المروعة التي ترتكب بحق المدنيين. فهذه الأمور كلها حاضرة في الضغوط، متناقضة أو تأتي من جوانب مختلفة عليه وعلى إدارته، وهذا جزء منه الذي يفسر الارتباك في الموقف الأمريكي. فالولايات المتحدة اليوم تضغط على الجانب الإسرائيلي، طبعا حتى الجانب الإسرائيلي ليس موحدا، يعني هناك خلافات بين المستويات الأمنية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية والسياسية، وهناك خلافات داخل كل مستوى، ورأينا قبل أيام أو أسبوع تقريبا الآن عندما نتنياهو اتهم الأجهزة العسكرية والاستخباراتية بأنها مسؤولة عما جرى واضطراره لحذف التغريدة والاعتذار بعد ذلك عن تلك التغريدة. هذا يبدي أيضا أنه نعم، يظهر أن هناك خلافات، وهناك من يتربص به لكي يطيح به، وهو يخشى من الإطاحة به لأنه طبعا سيكون هناك محاكمة أمامه فيما يتعلق بتهم الفساد. والتيار اليميني
المتطرف الذي يحكم في الكنيسة الآن لا زال لديه الأغلبية، إذا تفكك وتضعضع حينها سيسقط نتنياهو، والتحالف اليميني لا يريد أن يجد نفسه فجأة أمام الغضب الإسرائيلي، غضب شعبي. هذه الأمور كلها تلعب أيضا في الجانب الإسرائيلي، محاولة إطالة مدى الحرب وتحقيق إنجازات، وهذه الإنجازات تأتي على حساب المدنيين، لأنهم يريدوا أن يعوضوا الصدمة التي تعرضوا لها ويتهمون بالفشل فيها في 7 من أكتوبر، ويظنون أنه كلما قتلنا أكثر من المدنيين فإن هذا قد يخفف حدة الاحتقان والغضب علينا، ونعتبر أن ذلك